الآن تزداد سحب الدخان كثافة مع ما يقال أنه قصف بالزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطئ خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. هذا أيضا لأن هناك بعض الأخبار تتحدث عن أن هذا القصف من الزوارق البحرية تزامن معه قصف بالطيران الإسرائيلي على عدة مناطق، وأن الجيش الإسرائيلي يقول أنه سوف يزيد في الساعات القادمة من وتيرة ضرباته، في إشارة تحذيرية لسكان القطاع. ربما هو نوع من أنواع الإرهاب النفسي لهم لضرورة إخلاء هذه المنطقة، لأنه يتحدث عن زيادة في وتيرة التعامل في الساعات القادمة في منطقة خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، وأيضا في مناطق الشمال والشمال الشرقي. كما نتابع مع حضراتكم انتشار كثيف في الدخان في سماء غزة نتيجة لعمليات القصف المدفعي وأيضا الجوي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. وربما يعني يدور في أسماعنا الآن ما يطلق عليه داخل غزة بالزنانات، الطائرات الإسرائيلية التي تجوب في سماء غزة قبل عمليات القصف وبعد ذلك تبدأ عمليات القصف مباشرة، كما هو معلوم ومعروف أنه إسرائيل أصبحت تستهدف كل الأماكن، لا تفرق بين أماكن طبية وصحية ولا تعطي ولا تعير يعني قوانين الحرب أي اهتمام.